وتعالوا نشوف عمر طاهر عامل ايه، ونلتقي بعد الفاصل مع الدكتور مجدي نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائي بمعهد القومي للتغذية. هنتكلم عن كل علاقتك بالكيس اللي بيجيبه لك الراجل دوت او الست اللي بتنزل تشتري الخضار وهي خايفه، فهنقول لها خايفي من كذا وما تخافيش من كذا واعملي كذا وما تعمليش كذا ان شاء الله بعد الفاصل. سلم على خلوه ينام ويغطيها علشان بكرة التاني.